السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، إذن الآن رانينا في المنطقة الحدودية بين بلدية ولاد يحيى وسين معروف أحميد. هناك ولاية ميلة كما ترون، هاي ولاية ميلة والسد الكبير هو وراء هذا الجبل، وراء جلب هذا الجبل اللي امامنا. هنا وصلنا لمنطقة أيس. هي كلمة أمازيغية تعني الهضبة المائلة، الهضبة المائلة. هنا تبدا اشجار الفلين، وهنا كان جماعه او شيوخنا الكبار في المنطقه هذه بالذات كانوا يعزبوا. الاخوه العرب اللي ما يفهموش كلمه يعزبوا، هي يعني يجيبوا احصنه وبغال واحمره ويجيبوا القمح الشعير بعد حصده ويقوموا. اسمحوا لي يا جماعة، هنا منطقة خطيرة. الطريق هنا في بلدية سيدي معروف غير مصلح، يعني الطريق تاع ولاد يحيى مخدوم. وتلك المنطقة هذه منين تشوفوا الملعب هذا، فيه درسوا طوال الصيف ويديروا المؤونة للعيش ولإعطائها في الثورة للمجاهدين، إعطاء قسط منها للمجاهدين، ويديروا الفارينة والخرطال. إذن هذه شجرة الفلين كما ترونها، كملوا التصوير. ها هو الرادار الفوقاني. يوريكم ديار من العهد القديم. وهناك كما ترون راهم يقطعوا في الأشجار هناك، راهم يقطعوا إبادة شاملة للأشجار باش نفهموا معنى العصابة.
جماعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش سبسكرايب، اشتراك يا جماعة، خلاص في حاجة شديدة للاشتراك وفي حاجة اللايكات. جماعة يدخلوا يعني ما يفرحوناش حتى بلايك، فرحونا جماعة باللايكات. هذا فضلا منكم ولا طلب، لا أطلب منكم، فضلا منكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.